بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. ምታችን ያማረ ስሜት ነገሮች ያምርልናል። አላህ ይማረ ነው የተናገረው ይማረ ነው የተናገረው وفي السماء رزقكم الله هو رب السماء والأرض بسماء النابة مثل جتائك لبن براسو يمانا سنقرت منكتم إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون والله رزقاتو سماء لي لمهونو كمتنا قروت نقر يذلت أونتنا وحق إلى الله سو راسو من نقر ونقر يترات مادنا أني سنقر من الوقت عالفول يهونو شلال رانا العالم عالسمه تنطق شلال أني من نقر ونقر قل كان دبت الميوت أو نقر الترات رانا ولا والله هن الترات ሁላችንም እምናምነው ነገር አለ ሁላችንም እምንጠብቀው ነገር አለ ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት ርዝቃችን ከሰማይ ላይ ነው ርዝቃችን ከአላህ ጋር ነው አላህን አምነን ለአላህ እጅ ከሰጠን ነገሮች ይስተካከላሉ አላህ ይማረ ነው የተናገረው ይቆጥ ኢማን እንግዲህ ኢንኒ አላህን ቃል ምንሰድቅ ከሆነ ኢንኒ አላህን ቃል የምንቀበል ከሆነ ያኒ ፈሊማደ الحمد ለምንድነው ጭንቀቱ فمن النوم بجد برالكم أقوازوا لماذا تضيقون بأحوالكم ولا تصبرون على قضاء الله عز وجل فمن النوم بأحوالها تشنكش إن كان والله الله بمتعون در صبر عدر جنتاق سمة أتنا يفشل من أسفة الإيمان وأخوات لماذا تستأجلون الرزق بائما رزقين بمفلق لاي بفتنة مسلون حرام لاي من قبو يعني راساتشون الرقاق وراساتشنن انتأبك والله إنيا راساتشنن من كلا السبب لاي كتغير بحالة الله سبحانه وتعالى يعني نقرتشن دبراتشو علينا لزانو قديه يهن نقر كسردك الكامنن يعني راساتشنن والله دنيا بمفلق ليتون القانون يأخر أول من عبادة ونمسعات عن المشعى الناس عنفو داري سو صلاة سنفان لما تربى دنيا بلو لما يكرلت لما يتعو دنيا بلو انا يعني للناس قدي لان انديو صلاة الله سبحانه وتعالى بقرآن لا يتنقر ونقر الله رجال لا تنهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حلو يا الله باروش الله انك ما استوصناك الله تعزاز انك ما فتصن ولا نقد ولا تلوت صراع يما استقوب ولا تشوف ونسوج صلاة الوقت ما يسالك الصوت كيف لقى نقري مثال انجي صلاة وقت حلقه عند ميتو شبر كمي مطا صلاة سقدو ميتو الشارع إخوة الإيمان ايه اللي تعملو تتقفل لذي نوع الله سبحانه وتعالى وندو تشانمو وندو تشانمو انكار يهونو وندو نمسيتو نمنو رجال الله تعالى الله سبحانه وتعالى لا تنهيب اتاتا لذاتو وندمو اترب شاشو تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله انك ما استوصنا الله انك مقزات استوابو لاتو من الله سبحانه هينو يهونو ሁሉም ጃኒባን ደልቋት በሶላት ነው ሴቶቻችን በሂጃብ ላይ ምንም አስተባብላቸው ማላህን ከመገዛት እኔ አደራ ምን ነው እንግዲህ እና አውሮፓ ምዕራብ ዓለም ላይ ክፍተት አለ ተብሎ ከሚታሰቡት ነገር ሂጃብ ስርዓታችን ያለባበስ ስርዓታችን ነው ብዙ ጊዜ ያለባበሶች ሸርዑ ከመያዛቸው ወጣሉ ናቸው ወይም ደግሞ በተለይ ስራ ጋር በተያያዘ ምክንያት ያኒ በጣም ብዙ ነገር ይሄ ደግሞ ኢኮቴል ኢማን ወቁት ከባድ ነው ብዙ ጊዜ ከህቶች የሚነገር ነገር አለ ዋናው ልብ ነው ይላል ዋናው ልብ ነው ግን ላ አይደለም ልብ ነው ሲባል ምን መሰላችሁ ልባቸው እነት ካመነ ያኒ ተግባር ማድረግ ምን ከለከለው ልብ ስላላመነ እኮ ነው መገለጽ ያልቻለው መውጣት ያልቻለው والله ادغى لتامت يغبال بحديث لا يجد اصفر حديث كم يبالو في النبي حديثوچ كبار تبلو كتلققوت لسيتوچ كمطو حديثوچ سنفاني من اهل النار لم اراه ما نار رسول الله والله هلت جروبوچ አሉ يوم القيامه على يتوم اني يجحنم جروبوچ ناتشو يعني نساء كاسيات عاريات نار رسول الله የለባሽ ራቁቶች ነው ማለት የለባሽ ራቁቶች ለብሰዋል ግን ርቃናቸው እናቸው ይሄ ሐዲስ ሲተነተር ምንድነው አንድ ልብሱ ጠባብ ነው የሰውነትን ቅርጽ አቁቷል ወይም ደግሞ ስስ ነው ምን አድርጓል የሰውነትን አካል ያሳያል ወይ ደግሞ አጭር ነው ሰውነትን አጋልጧል እነዚህ አይነትን አላብስ የሚለብሱትን የለባሽ ራቁቶች አሉ ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ላይ ወይም ደግሞ ጸጉሮቻቸው ላይ ምን አድርጓል ልክ እንደ በሬሻኛ ጸጉሮቻቸውን ጠቅለው ይወጣሉ እነዚህ ሴቶች ጀነት አይገቡም ማለት ረሱል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት አይገቡም አይደለም ይገቡ የጀነትን ሽታ ያገኙት ማለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባድ ሐዲስ ነው ነብዩ ወላሂ ለሴቶች ከተናገሯቸው አስፈሪ ሐዲሶች ምናልባት ለመግለጽ ከሚከብዱት አስፈሪ ሐዲሶች የሐዲስ ነው ማጋነን አይደለም
يعني بتعام كبار منا هذا راتو إجابة لا يتساهل أتدربي يا الله أمرني متقالبت يا الله تعزازني وردبت يا الله تعزازني حسن لما يتقابل نبغربا الدنيا بلن وأنا والمسارتات أن نزنقا إجابش شرف شنو إجابش كبر شنو إجابش أن إيمانش مدلج أنو يعني إجابها بين مشنو والله إنتو جاتب إين اللي تحصل في الزبان إجابان لبس السو كل نقروا يا مار الله سيتنا إجابان استكاكل السيت نقروا كل يتستكاكل الله سيتنا إجابان يتقال السيت إجابان يتقبط السيت والله يهلو منقر أرقا مدلج أناتنا دنيا أخرى ويتقبط سيتنوك الله يتفكن هزي حنصار إنا من دنومون اللبن الله بسرعته الإسلام بمفرد قبونا قطر نجارو تشاتشين يا مارو يتستكاكل يدارو سلزي لدنيا بلاتشو انتنا تشون احتو لدنيا بلاتشو الله هزاتشو نجار لا يتتأسوك لزانو الله من الزامنو الله انت ازاد كما فتن من ما يستقعو بلاتشو يلاتشو على الله سبحانه وتعالى الله انت من مراك ما تكبر من يما يزواج راتشو سلوشانو سلزي اقريش ايه من مسارات المادرك سرعة من تطبق أو جلال رأسه إن شاء الله رفت أسكر الله هجاب كتن الساعة صلاة كتن الساعة إن شاء الله وقت ذلك ونفيت مننا نسونا قريبا كبار سمع إنجريش تلقونا قريبا قال أنه دنيانا ونا زالة تفرس هذا رجل النقواز بالجنة مدينة رسول الأمين صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وكنا قرأت حديثنا يمين لأنه من كانت الآخرة حمه جعله الله غناه في قلبه الله حم من هذا الرقبة سؤال رسول الأمين صلى الله عليه وسلم أخيراً حمو هذا الرجل حسابه يكونسه جعل الله غناه في قلبه الله حبته لبولاي هذا الرجل تعالى وجمع له شملة نقرأت كل سبا السبا تعالى وعتته الدنيا وهي راغمة والله دنيا وداسة بقدوات ما تعالى تعالى سبحان الله يكون عجب رجل ومن كان الدنيا حمه جعل الله فقره بين عينيه حسابه له الدنيا يكونسه دقمه الله دهنة بينه ومكاكل هذا الرجل تعالى وفرق الشمله نقرش كل بتات البتا بزي سبسب الله بزي فتوى بزي سيز بزي هلاك البتا الله سبحانه وتعالى ولم يأتيهم من الدنيا إلا ما قدر له يعني كدنيا يتوسن التلات اللي مش جمعت آغينيات من الإمام ترمزي بزقابة حدث لك فملكة تبس دنيا لذيذ أنت رهك بالكات قدر دنيا مالت حلالون الجسات فلد دنيا يلبه مسارة تدرقه لبه لا يا الله فكرنا يا نبي فكر الجنة كما تقول دنيا فكرة دنيا ما تقمج عوضها الجنة لبه لا يا الله يا نبي فكرنا يا نبي إذا قا كتك على الجنة يفسدان نقره اللي يتقفى نقره اللي يتبلاشا هزيا أنتار لنتبك أو يتقفى الذين هو قديش دنيا يتسلت أبت سو دنيا يتبلاش أبت سو نقره اللي حياته اللي من كراتتنا وملفاتنا ومقوازنا كاقر عقر مهدنا ويشا كل نقره تحبت الدنيا يعني والله مشغولا بأرصدته المالية هنا وهناك ينزو تبتنا السلام اللهم من قف اللهم محموما بالتخطيط المستقبلي كل شيء تمرك الرزق له يا لحياة كل سج أنك أسلفان مشغولا من عبادة الإبادة ربي عز وجل التي خلق لأجلها يتلتفت ربك على ما زندته يجيتهم من مرات أسوء مشغولا هنا الكذب اللي تفعل بمن لدنيا سنو كأنه يدور في ساقيته بلا وقفة التفكير أو جلسة المحاسبة يعني منكم ما استبنا ما استنتن حياته من لدنيا هنا يسوي أطفال نفسك في درجة لا يدرسونه إذا لم تكن رضيت أما قسمه الله عز وجل لك إلى الآن الله لا أنتنا لا أنت يمرت ألي شيء يمرت ألي لن والدنيا لتك أما تنسوا إشكالا والله عدقا دالة بالأوقت لدينه رسول الأمين قدم من دالك من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في سجد في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيدت له الدنيا بأذاكرها فكأنك ألبوني عقيني يتبتو سلام جبتو سلام يوتع عندهم عافية عن يسد أوسو إن شاء الله أنت النو دنيا عند تسعك التي قرر على رسول الأمين صلوات الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بقرآن الله إني يالا يقلت لنا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين ما أنت سويتش على الله سبحانه وتعالى إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فإذا تأتوا كده الله تكون مدرن بفتره في يومين بولت كناتو تست وتجعلون له أندادا لسهم بتئنا أقارنا أمسياتها رقول لك الله تكون ذلك رب العالمين ياكو على ما تكون يتاني وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين توصوا
الله مدمون أدرقواتهم كل النجار والصنواتهم بقى طرواته يزالج يعني لن أنت المكر عندش نجار إلا الله تقياك إلا المسمسرة المشلقة ثانو يديك الله سبحانه وتعالى يسوي رجوشين كمفتر ومفيد قدر لهم أقواتهم ألا باتشون وسن الله درشاتشو وأرضاكم حتى يوم القيامة يوم القيامة درسا لهم النجار الله سبحانه وتعالى يعني فتبارك الله اللطيف الخبير نجرون كل يسمر نجرون كل يستكاكل هنا هل يتا خالق الكون الله لجزوت التززوت إن دمو أنت نجلت المجبا جتان ونا إخوة الإيمان وأخوات هذه أنت أرنا ونجدش إلا أتشن بقول لا أتشن حاتو متاسب على اللبت وين دمو متايت على اللبت نجرنا قدي سو بدنيا أقبل ولا نبلا ما سو مستحيل ذوق زي سوتشني قال لنا بحري عند نجر سمت قال لنا نجر مترجل قال لنا يتوصل نجر سناجي دمو شماري ان شاء الله مالك ان نبقى كثير او رسول الامين صلوات الله عليه وسلم لو كان لابن ادم وادين من المال لابتغى ثالثا الله لك يجنزب قدوات شلقوا الله لسوا بسطعوا مستنيا يفلق الله رسول صلى الله عليه وسلم ولا يملأ جوف من عدم إلا التراب يسوي رجل هود لب الميم ولا نقل يقول عفر بيتشان وشقبر سيقبر ويتوب الله على من تاب الله يتوب تنسو الله مهرة لتأيك أنسو مهرة لسطفال الله ما بخاري بزقب تفسير تقل سنة عندما نبي صلى الله عليه وسلم بالله عدت أتولي ميلا أنه من أصبح منكم أمينا في السرب لأني كدم الحديث رسول أمين بطرق أقاني أنا ستنبر دي سلامة يهونو الله نفلقو يكنك اللبنا قنفيرو رسو دنيا تسعب صلت اللي هنا بحديث وشاكتون يقل سالم الله سبحانه وتعالى قرآن لا يترشو من نبر ملاك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من صوم يزين بيت يتاي التازازون في ذهن كعبا قيت بعلى بيت تأزازون يفتسون لك الذي أطعمهم من جوع كرحبوا هلا نقبني عبا الله تشون من وأمنهم من خوف كفرحات يعني يرقى الجهتون خالق الكون الله سبحانه وتعالى الذين هم بدين الله وجد النجر وردان مكتبا عند مو وجد من النجر بلاي ماذ والسين ويلنو الذين هم من أجميل على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة مسلم بتسقب واحد سنة ولي زاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا الله إيمان بكافتنا إيمان بتعام برقطع جميلة لرسول الله الله جتنا توجه تكفل خالق الكون بيتشن يوم بكت سرعات تكبه ومي كبه يتحسنوا من وجده وبيت إسلام دينا الله مني ولا يغنى إسلام النان ديني ستون دين كرين وش بلا يوجه تكفل يغنى سو وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله سلام الناس صلاة بساك ولا يورد الله شونا رسول الأمين حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثمان من بلاي الله نزي أمه فطرة رحمة إذن تارجو إلى كاتشو نبي وجه تكبل سو برقتي إيمان تفتنا قلني سنوى الرسول عليه الصلاة والسلام إرزاق يا الله رسول يا قد آمن يدرس رسول والله إيمانه هو مدقل جهة مدقل كأنه شيء حلاوة لك إن تقافاج حلاوة نقرنا تدقيت إنه ربنا سوف يتعافق طوال كمن نقر بلاي استنك أن نسسول إلى نقر أي وقت الله دنيا يقوات الله إلى نقر أي وقت الله بزو نقر أي وقت الله سلزي زاق أطعمة إيماننا إيمان تفتنا عاقينينا رسول الله لذين الإيمان تتلب كل النجار الله تزاد كل النجار كله تزاد كله الله نموجب تلقو على عندهم كله الله الله يكرم الإيمان إيه الله نقولي يودد النجار ودد مقبل عام بزوجة تلقين وقال بتلاقي الكل كله تعال دون غرور تشالنج نقولي رسول أمين أول نزلوا إن الحديث أسمر كذا من قال إذا أصبح وإذا أمسى عادتنا قالنا ما تحسامش قلوا يا نساء رضينا بالله ربا الله نجي تنتوجدنا وبالإسلام دينا النبي صلى الله عليه وسلم من يسلمنا دين مرة ومحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه فمن كنت أخبرك جمال الله براس قد أدرقوال من أدرقوال الله لي وجهه سبحانه سبحانه تعطنا ما تأتي ذكر يا نساء تعطنا بما تأتي كنت تأتي ذكر كلاك على سو الله براس حق أرقوال من لا أدرقوال أنت عن كل وجهه يا نساء سبحان الله نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حديث الحولين من قال هي لاسمع المؤذن واذن وين دم عزانا تركي دلوس الناكر يعني من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد النبي ورسوله انه بارك الله محمد منال نبيو عزانا تركي اذن
من يالا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد رسوله وبالإسلام دينا غفر لكم ذنبكم يا بتسه وسبتكم على السنة أذان تأذنوا سابق هن الدعاء درجة فأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسوله بالله على سو الله برقت يألفوا يدنوا يمر لك أن نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زونا قروا تشعروا كذبا تعيزوا النبي صلى الله عليه وسلم فتقام الله انكم من الباتشو يعني الله انكم من الباتشو كم من الباتشو دعوش فتقام كم نعمة من الباتشو من نبر من نبر اللهم بإنك الغيب وقدرتك على الخلق إلى رسول الله يتاي يا يعني ركبه نوقته وقدرتك على الخير بفترتات لا يكون قادر أن تهجي أهيني ما علمت الحياة خيرا لي جتاي أقوين أنورني يعني حياة ملكا منوري ملكا منو بلها سكال تدرس يعني وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي ودا آخر مسدين وين دمو موت ستين مموتي ملكا منو بلها ستامل جتاي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وتاي فرات شهنت أيك حلو بغيب بروك والشهادة برقة دم يولي وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب ونتن إخلاص قال بيتشا عندنا قر في الرضا والغضب وقطان بودي خمزي وأسألك نعيما لا ينفض وقرة عين لا تنقطع يعني والله يمات وقد كان وقرة عين لا تنقطع يعني ما رفيه ولكن يمات وقرت وأسألك الرضا بعد القضاء حنت وصاني بحالة وديتان ستنجتاي أنت وصل كون نقام بيبدا درقين وبرد العيش بعد الموت فموت بحالة رقمو أزك أزيه وليش سلام حياتي ستن ولذة النظر إلى وجهك أنت بما يتم مدست البتفيت هذا رقم بيتاي والشوق إلى لقائك بلبي وسط نقمو أنت مقنا يتنا فقوت الله قسين وأعوذ بك من ضراء مضرة يتاي كمي قدا قوج نقر بان تتبك الله وفتنة مضلة كم التاك أنه نجفتنا بان تتبك الله اللهم زينا بزينة الإيمان إيمان زينة ويمدمو جيب عدر قلن واجعلنا هداة المهديين فتمري وجنا ملكام قدانا كتلق سبتلم عدر قليالو رسول الأمين إمام النساء تتزقبوا حدث أتشولي شين دعايا بجاه بالبرد والله فملكتك نبي دعاء وأسألك الرضا بعد القضاء وجيتان أرقلن جيبهي كانت وصاني بحلاء أنت وصاني ونقر لبين بكتل واسأل ربه عز وجل أن يجعله راضيا عن القضاء وقدره نبي الله تقيقه الله بوصل وسعني لا يودي ثاني سبحانه والله تقيقه فلا يكون في انتظار الشيء الآخرة عز وجل الله مرتنا قلنا يودوح على سائل أشرف الخلق الله صلى الله عليه وسلم يريه يتشين حديث كامل من قرب لا يقلنا يتقبل نبي يتشين صلى الله عليه وسلم تقرأ ترقى والله كلام مناتشو كل اللي قد يشنا قروشنا شو يريه إيه علي بن رباح سمع جنادة بن عمية يقول سمعت عبادة بن سامي تقول إن رجلا أتى النبي فقال يا نبي الله أي العمل أفضل نبينا أن سوم الصوت أيك أتشو كسر وشبلاج من قرين قرين لا أتشو الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله فالله ما من نوع رسول الله بس سمر قطع نيامه النوار وجهاد في سبيله فقيته من قر لا يدمو لم نتو متى قلنا نتقل ما درقنا وقال أريد أخوا من ذلك يا رسول الله قال الله لنا قرين قرين لا أتشو السماحة والصبر يقرأ ما لتنا نتاق اسمان أريد أهوى من ذلك كذين مكللين قرن يا رجل لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضاه لك به قد أوصل رسول الله أنا أكتمان وإن دمو الله أنا أتحسب وأتول جلو من بعد الرجل السوب وصل له السان السوب فرد بفرد نقر لا الله أنا أتحمر أتتغطوان أن الذي يسكت على الشيء قضاء الله عز وجل كأنما يهتم الذين وكوت ملكته الله أن اتحم الدمارك من دمك سصل الله أن دمو الجنة الله يوصل الناس الوصاني ساود الله أن بوصل ونقر سير رقا قيتك أما تصل اتحم يا رقا إن الله للم يقبه ونقر على درقا ميالا الله يأكل يا رقا الله ما كوني لي يعني والله يتحمل يهين وكبار
لذين رسول صلى الله عليه وسلم نبيات من عالو تلقوا النقر بحياتك لي الله اللي ودوا الله اللي رقوا النقر وجه الجن يتقبل بمنم بهوتاتك قدالي عند نقر سمات استخارة عندنا درق طيق لذين نبي صلى الله عليه وسلم لك عند فرض صلاة صحابة وكاتشون استخارة مرأة صلاة السجداتشون الدر من إلالو ركعتين صلاة كسجداتشو حالا من براتشو أربوان رسول الله الله إذا حمى أحدكم بالأمر عند نقر أمراتشو ليس الجرارة بناس أشتنكاتشو فليركع ركعتين من غير الفريضة ولتركعك فرض صلاة تسجدو ثم ليقول اللهم إني أستخيرك في أمك بلا تشوفني إتاي بأن توقت الناس من رتحلا يعني وأستقدرك بقدرتك فنقرت لي فراج إنه السيب مهنه ودراونم ودانتا من رسالنا وأسألك من فضلك العظيم وتاتشن هوي كانت ملكام تنفات الناس أقال قسم إنك تقدر ولا أقدر أنت وصينه لي وصاني وصي الله بكم وتعلم ولا أعلم أكعني ونواك نهني على وكم وأنت علام الغيوب يروقون نقر متردونا متوقع أنت لهن اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاش وعقبة عمري يتيه يا السبكت اللي يتمنيوتي وصنقوت نقر بهيوتي لي بديني لي بمجرش وسلاي يميت لي كهنا يعني ايه من النجر اقرب لي عمت عمي واقدر قولي ويسر قولي اقرا لي وصل لي جتاي ثم بارك لي فيه ان لم دمو بركه ارق لي ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دوني في ديني ومعاش وعاقبه امري هي نجر بدنياي بديني لي بنوري لي بمجرش لي يمبلش لي كهنا جتاي دمو حرك لي باس تشفاي فصرفني عني وصرفني عنك السن كان ياسوا قدوا عركوا اللي لم كسوا عركين واقدر لي الخير حيث كان في المعرضين به للا أما الكامل نقر مرات لي أنت وردك ويودر كونم أني أنت ودات الكين ويسمى حاجته أجاو نبي أرايهن نقر رسول الله أزينو إخوة الإيمان يدي بحاتك لأي نبياتك عند النقرس المرد عند النقرس الناصر عند النقر من سلاس الفلق استخارة نسجد كنيا بلايا وقت يثانو إنيا وشعوي النقر من الملكة وستونيا كوال أي بجال لبياتك لن يبجال لديناتك لن يبجال لآخراتك الله لهم ماكو سنزيل الله مرجع مستفك من النقر تلنك ونقرس وهنا أنت مستسطة قبا بارسطة قديهون سوف بحياته لك هنا قري مرت قد سوء ونت العقرة يبجال ونت لديني يبجال مرجع ولا الله مستخدم يعني توقت أفنش أو عمرها القرص وعمرها يعني توقت ملكوك أمنا ومن ملكتنا وكا يقصت أماتنا لأنتم يبجمهون لأنتم يبجمهون يقول لهم ماك أو الله بيتشار مرجع ولا الله مستخدم ودع الله ما استعقاتنا هنا ونوتاتنا مثل قواستنا يبسكنا الله مرت أولا قردمه ودومك أبنه مالتنا ليش بزي عينك ملكو اللي هنا رضا لحياتك لاي الله مرقونا يوجدوا النجر والدوم قبل تلك نجر والصي نجر مهون امنا يتتمان ليش لنكبل التفان بحياتك لاي دون نجروش لرسالو هذا اللي متعان وين تجري متعان والله نبي صلوات الله عليه وسلم لجاته ابراهيم اخر امراته ولا تولد الله سبحانه وتعالى نبي ورد لجنوراته عندما توصل لتفلقه يعني من هذا الرجل خالق الكون سلسا لتامتاته لا يعلن ونقري يتولده نبي ورد لجنوراته نبراته فكر عام كفتن يخونه فتعام كرسوته بلق أدمي لا يمت أرج نبر إبراهيم هي من قبل يتوصل من ناقر جمره الله إبراهيم سهد إنجابه بيتي يقول قرود استهجه ونسوشا كافره اگر دین الله يفلقوا نغرو هننا اني رسول امين باكر گزي اوس لجو جاتو تاترجا لجو موت ابراهيم نبي صلى الله عليه وسلم لي انس بن مالك مزقف حد سليمان الى دخلنا على رسول الله وابنه ابراهيم يجود بنفسه نبي صلى الله عليه وسلم قال جبان ابراهيم بموتنا بهوت مكاكل يالا فجعلت اين رسول الله تدريفان نبي ينوش بنبا ما فسس جمر فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله ان شاء الله ملك تنيا ارسلوني لك سالون دياله نبي فقال يا ابن عوف انها رحمه تكون با زنتنا ترى رسول الله ثم اتبعها باخرى فقال ان العين تدمع عينك لك سالون والقلب يحزن لب يزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا يقرقن اللهم يرضون قال الجنه وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون إبراهيم كنيا بمليته أزمنا للرسول الله ويلي لا نقر يمتو قرت سرق جالو ميك أفرو للاك ألم يوتو مننا كرم يقر لذين رسول الله ما
موت لاي حزن لاي سوت شالاقبا منو تحجو قالاتوش ملائكا آمين سلمي راتشو عدد اللي عمتو سلمي شلو تنك عجاس في مراتشوان نا متاسبا لبس والله لذينا أنس لذين تبركو تحجو الله بورجدو نقر وجوتر أنس من مالك من لبر الله صلى الله عليه وسلم والله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين نبي أسرع ما فعقل بي يتوالو خدم لي يتوالو وما عمرني بأمر فتوانيت أنه أو ضيؤته فلا مني عند نقرى الزوين صار سراوي ما تفتشي نبي وقصوين ياكم فإلا من أحد من أهل بيتي إلا قال دعوه فلو قدر أو قال لو قدر أن يكون كان يتسبو تشاكشو وطوان بيكوتو نبي توت الله بيوصنو نا توصنو بنبر تفاتو يتفاني بنبر يريد نقر نعلم الله فضيل بن عياد من قالوا عالم سنو عبد سنو نفر من عيمة التابعين ترى لك تابعين عبد الحرمين من قالوا سياميك ستاكشو علي فضيل بن عياد يريد جاكشو علي ساكشو ياسددو عندي قرآن آيات سمتون وخجرباتشو ودقو يموتون جاكشو سموتنا وجمنا قلو فققالو يبارن فتعام نقر من قرن يتايو سكوا يكوا فتعام قليل للتبسان فققبتش عن البرن الموت من ما يتايب باكشو نقر على الكشاناتشو والله بجاكشو سموتنه نقر تكسفا ابتسم يوم وفاته ولده ابنك تبتسم على الكشو مجيتنو نجو سموت على إساقس كذلك سقوت الماء وتنفذكت على سلاتشو فقال لهم أفرح برضا الله في كل أحوال فابتسمت لأجل قلبي يرضي والله الله بالنار قولي قال كله دستيناني أهنم لبين بالتامن فلكم يجين مجدل الله يجين موسد الله ورج مكتبري لبين بالتقبل ففقق تاق الناس كتاب تملكة كتاب المان يعني سبحان الله كبار زي لاي علماء مقارنة قالوا مستر قالوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجاتش وسموت على القصوان فضيل بن عياد دقمو من هنا انتن برا سقوال ما اللي مبلت الى المنزل تملكتو نبي جماعة اثنين امرين نبي ولدت نقر سبسوال زان فضيل بن عياد سقوال نبي صلى الله عليه وسلم دموا القصوان نبي ما القصر احمن بخونة قال سقوال الله مطعم نقرتهمو ودو اني بما فعل ربي راضي بلوت نقروان الله بسرع ونقر ودجال لك لو نفر رضي الله عنه زين نبر نقر سو الله متعلق نقر ودعو من كبال وسلي مصائب وشسوك ببنية قد شاك بحاتك شاك بسمتع الله سبحانه وتعالى زين نبر سيدنا عمر من يقول نبر مسلاشت والله يعني عند مصيبة عند مكارا سيقطمي الله أنا رات قليا مسجن والله عند مصيبة سيقطمي من يقال عند الله إيه مصيبة بمنة سلاي بدين إليه بعلم أمتأتو مكارا ولتنيا يمت أبي مصيبة نبي سات أي بلت يمت أبي نين يأكل بعلى مهون بسوس تنيا درجة بزي مصيبة أجر دم ما جني بيت ساكو أردت تنيا درجة مو كزيه بلت مصيبة بعلى مهون على اللي بيكفو الله نرفض يا مسجنا وتعالى الله شو أقول لك ميجر مقول لك ولا إيهن الإيمان تنتهي من الكارئوت عدلنا مرقم عدلنا موقس عدلنا من جهو كيالو ما ماتنا الله المونجل قرثو ممت أو نقر ودو يكبر ونبر سيدنا عمر من ينبر والله لا أبالي أنا أي أحوال الدنيا أسمحت بخير أو بشر بضيق أو بالرخاء بحزن أو فرح ما دمت أصبحت مسلما والله ينبر تملكة أخوة الإيمان لا أبالي أنا أي أحوال الدنيا ني لإذن يقول داي حساب من الميلان أصبحت بخير أو بشر الدنيا لي بملكة من الوال بمدفو من الوال بدي أو بديقنا أو بالرخاء بمتشوت منهم بتبت آت مكين يحظن بحزن أو فرق بدست منهم بحزن لا خلقوا آساس مكين ما دمت أصبحت مسلم يعني والله الله سلام سكادر قدرس يلاو نقر كل آساس مكين الدنيا قيت تازن قرينا مران بن حسين من فارس حزين الفارو ان شاء الله وجمعت قال انه قال له قولي ارزم فلسطين امران بن حسين معناته نبيو يتساتفوا قرنته كله يتساتفوا تملك صحابه بتام تملك سراوچين يسرى صحابه يدي بتام تملك بوتاوش لا نا فقد كان من اشد الصحابه رضي الله عليهم بتام تملك كم يبالو تلميذ بالدرغوش بقولهم نبيو قال قرنته تساف ولكنه بعد موت النبي صار بالشلل النسبي نبيك موت على قنا الله فتنا متأبتنا ما شو نتوك وقبتات شباه فيرقد على ظهره 30 عام
የሚገርማችሁ በዛ በሽታ 30 አመት ተኛ ይባላል ልጅ ውስጥ በጣም ሲቸገሩ እንግዲህ ታያላችሁ ይህንን ፈተና ከመጣት ለሐውሉላ ቁመት ይባላል 30 አመት ልጅ ውስጥ ተኛ ከጎበ ጎበታ ሽባ ሆኖ በዛ ዘመን እንግዲህ ዊልቸር የለም ምን ይላል ከዚያ በኋላ አስቡት ይሄን ከመኝቷ አይንቀሳቀስም እዛው ላይ ሽንት ቤት መጠቀም ያዘጋጅለት አልጋው ተበስቶ ከስር ሽንት ቤት እንዲጠቀም መነሳት ስላልቻለ እስከዛ ደረጃ ደረሰ ይላል فدخل عليه بعض الصحابه ትልልቅ ሰሃባዎች እሱ ለመዘንጀር መጡ فلما راوه هكذا بكوا فنظر اليه القصص سكت لمن طلق سن نبيو جاء عند غزوه على اللفوف سن فنبيو جرب كل لم طلق اسلام اي فتوچ يتسارتف سن الله بذي فتنا فتن 30 سنه من القى لا يداستنا سيف صحابوچو على قص الله قال انتم تبكون على تشو لمن لم طلق سبحانه انا انا راضي ان ربي من تلقسون دي والله يا الله رقون نقر ورجع الله أحب ما أحب الله الله يوددون ورجته تبيان وأرضي بمرتض الله الله يفلقونا مني ورجي يجان لهم يا لاتشو وأسأل بمختارك الله الصوبة مرت ونقر دست لهم يا سلف الله والله إني أكون على حال هذا فأحس بتصبيه الملائكة وأشعر بزيارتهم إلين بذيها نتليت علي إذيها القالات النتشي ملائك وش تصبيه سيارة وسماشت وقال زيارة تشون ما يا الله يا لاتشو تحالك في إما ملائك وش سيديرون يا الله فألم أن هذه الذي هي ليس عقوبة من الله والله أقل إيه الله بلينا يا درق ونقر قطعت لنين دال هناك أنكم وإنما يختبر رضاي عنه نقر قنا الله إياينا إيا مكرينا السوية سرى ونقر موردي لما رغادتنا أشهدكم أني راض عن ربي والله مسكر غلو مسكر نتقالين سأتفها لو الله سرى ونقر له دستي يا لنا لتوزي الله فكر من النوم من من شنو 30 عامت على قال لي كان 30 عامت شنت بيت اذا قال لي سبحان الله عند سامع عند سايتشنك عند نجر سايكفى تدسطو لسواش مسكرنته يسد سو سيازن يتدسط ايمان تعالج رضا زينو بزي مكنيات من الله ملائكوتين تسبيح يسمعوا ملائكوتين بيزيغيروا تاتراك هلاك اخوان اخوات يرامك مستلم اروى بن زبير رضي الله اروى بن زبير نتاتش الاسماء سيدنا زبير بن عوام حواري رسول الله نجد كتلالا صحابوك عنه كم يبالو تلك سمك وروا مالت يدي بعبادة ودرك النقراج وبحاة وبات سويت فان دوكت البالان عراق سويت وكعبا بريا تتعمتوا عبروا الدقوا لبماماش قواردين وماشوش إنك أكرا عندن يوم روا عندن يوم عبد الله بن زبير عندن يوم سعد بن زبير سوستوا لبماماش ناشو عراق تنو عبد الملك بن مروان نفوا استي من تبابالو من فردقون استي تمنو تبابالو وكعبا بريا تتعمتوا مصعب بن عبير من أنا والله إني أتمنى أن أكون واليا من العراق يا الله بارجين من منه العراق أستراج العرقب الله بارجين من المسلم عبد الله بن عبير حمة جميعا وداك إني في الله كتمني كفر قحت من الله إني قل من منه أي أن أكون واليا من العرب الله من منه أي قوم يا عرب ويا مدر الله مريم بارجين ذاك أسأل النار رضي الله عنه يعني رواه بن زبير جمو من هذا إني أتمنى أن أكون أنتنا عبد الملك بن مروان حمة دنيئة لو أقول من عبد الله فأنت مدرج من يوتنا حتى من يسفر قهت مني إني أتمنى أن أكون واليا من العرب والعجم إني عربونهم علبونهم من دم عربونهم عجمونهم عربوك على لهم أحب رسل من دمراء الله أمير الجارقين الله يطيق الله إذا أبو حرس أنتنا من على مجأ الرشاء رواه بن زبير أنت الصالح كلاتكم مدعك نقر تمنياتكم دنيا تمنياتكم إني من منيو دمو آخران آخران لما قلنيت الله بدنيا لي يستوس ستك لن يتقل جدار غير وعليه بالا عبر أي صحابة نوز هلاك حبي جليل أروى بن ربيه رضي الله أروى عند وقت من هنا من السلاح تشوف لجوني زو أمير المؤمنين في دمشق
انتنا لمزير دمشق هذا سوريا وادنيا والقدمي الخاتون عبد الملك بن مروان يا أبتي أريد أن أشاهد خيل أمير المؤمنين لجوت على ذا دمشق لا يسدرسو عبد الملك بن مروان وروى من قاسم توري زيرو سمتع لجو من علو أباتي يا أمير المؤمنين فرصوك ناقمنا شما يتفلق عنه لو وقت فقال له انزل فلعب معها تجعات بلوس لو الزاج فرصها كابس أقها فتدسك الخيل بأرجلها يتشق ما من فرس بقروا أتربت على تشانج فيموت الزاج حتفتها تألج موت على أروالج أروا يفر عنه شيء برجلي عم جن بتقو بجيك قسيل إقروني هنا نقري وقوال إقروا لا يقول نقر جرس الدنيا الأروال رضي الله وضايب الأطباء يخبرونه بأنه لا بد أن تتعقض مثلا قروا لا دقاته قالت حالنا سولت اللي يبودا يميشل بشتاس لمي قبابك قل مقورة أرنبت فيقطعونه في نفس اليوم الذي مات منه فيه قرأت لجوبة متبت لتنا تملكت لجوب بزاش كان موت قروا تياس من أولو تقروا اللي قرأت السلو يقولي راسنا من دست مدد ناك أدخلت الله ليتنا الله نفتقزه خبات الإبرين راسين ستشاتي جب اللي بحرام نقرتها قجاه تحترت المعنى الشيء مدد ما تتأكو هنا ما دنزجا المستخدم ما دنزجا ما لست المعنى مخدرات نقر راسنا الناس نقر مخدرات نقر زمان ما دنزجا النفر براسنا الناس نقر نستخدم الله ليتنا الله نفتقزه خبات الإبرين راسين ستاني ما فيه المعنى إذا أستنكر راتا مصوتنا أن أنكو يا زهر الله يني بندزي ما على استجراشهم عند نجار لارجلاش إني صلاة أسكت صلاة أست جابتشي صلاة لا بتك كل مجباتين ستارجا قط قرط إني على تشا صلاة أست إني من نجار سلام على استوس الله صلاة لين بقطان وكم قرط سبحان الله تملك صلاة لا يان نجار قرط عند نجار سيسمى وقط قرط أملك يعني بديش أساس زي እግሩ ተቆረጠ ልጁ ሞተ ሰው መጥቶም ነው በልጁ ሞት ሶብሪ ባለው በሱ ግር መቆረጥ አብሽን ያለው በጣም ከባድ ነው ወደخل الناس عليه اجمعين ሰዎች ተሰብስበው እሱ ጋር ገቡ فيهم تلك النظرات التي ينظرونها اليه ሰዎች ግራ ገብቷቸው ያጨው اللهم لك الحمد على ቸው ሰዎች ሲጨነቁ ሲል اعطيتني اربعه اعطاف اخذت واحده وابقيت ثلاث الله جيتاي مسغله يتجمع اردت مسس ሰዎች ሁለት እጅና ሁለት እግር ሰጠኝ عندو مسجد سوستون أسكره فلك الحمد يا رب يتايم زقنا يقضى وعطيتني سبعة أبناء فأخذت واحدة وأبقيت ستة سبعة لجوتشن ستهين سدستون أسكرت عندو مسجد فلك الحمد مسجنا يقضى فإن كنت قد أخذت فقد أبقيت بتوسد أسكرت حال فلك الحمد على ما أبقيت مسجنا يقضى لأسكره يتايم ولك الحمد على ما أبقيت أشهدكم أن واجب أن الرب فرض عنه إني الله بسر ونقر دستنياني والله إن أنت مودد ولا تيب ولا تملكة الأخوة وقرت وقرته نجمته الله بسر ونقر دستنياني باسك أرى ونقر دستنياني هذا الرضا هذا الرضا يأكد إيمان هنا ونقر الله يودد ونقر ودو مكة سبحان ناتاچن ولا مسائل ناتاچن صوت يا بنت عبد الله اما رسول الله نبي واكست سيدنا حمزه اهل البرش غزوه احد لاي انجدي ابات ان اب وندموا سيدنا حمزه بن عبد الله سيد الشهداء بمياسازن يتا عند تغتروا تقالاتو سولتاچو تكفافتو نبيو هين سيسمو قال انه المشركون بجثته يسروتن بسنتاچو لا جنازاچو سيو فتاچون قداداواچوال يعني انجدي عندي سراچو سرا انداله تنقلناچو سبحان الله بتقام دنقطنا زبير بن عوام سفيان يذوات يتفلقوا لمن اندات يعني سنت يعني مدينه وسدوات الرسول الله كستن تورغناچو مدينه وسدوات يا كالاتوان بذي وندما عندهنا اندهتا يوسيقات خوفا عليها استواء نستواء فرطنا عامس وستحيت بقردان نشبه وسكت ورسول الله فذهب إليها وأخبرها أن رسول الله أمر أن يعودها إلى المدينة زبير بن عوام هدلنا نبي صلوات الله عليه وسلم يعني انتن بلو شان الله يجي ودمجنا تملش بلو شان الله تذبوا هلا من دالش تاك الله تشاكي من الناس على السلام يا بني أتفعلون هذا لأن همزة مثل به
ይሄን ምታረጉት ሐምዛ ሰውነቱ ፍቱ ስለተጎዳ በከባድ ሁኔታ ስለተገደለ ነው አለች ያ ብኒ انما حدث الحمزة في نعم الله قليل حمزة لا يدرسوا كالله صدقوش تنشو مالك ولقد ابتلانا الله اللهم يفتنن لينا ليران ليرانا هنردي أم لا سيت ملكتوات الأخوان الله بوجده ونقر ودنا ويستألفنا الله لا يمه إلا درقوا إني رادت يا بني والله إني بس بنياني الله بسروا أخبر رسول الله بذلك إذا نبي نقر أشتوني الله درقوا ونهجن تقبلك فقال إذن ذأحد نبيه سيسموا على كسنا تواتر من ذاك عليك فزحبت وقفت من ذا رضي الله عنه إذن حمزة جنازة قافلها كلك إنا لله وإنا إليه راجعون وأخذت تصلي عليه وهي تبكي ولا تنسى الجرش تالك سنة قال عبد الله صبر يا أخوان نساء الله أخوان ودك إلى صفات يوم سليم سقشتو سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص يعني مستجاب الدعاء الله دعاء شون تقبين تكادر رقل الله شو سوشنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سعد أرمي فداك أبي وأمي متنبر سعد ور ور ني أباتي ما ناتي فداه لأمه متنبر رسول الأمين صلى الله عليه وسلم نبي اللهم سدد رميته وعجب دعوته ولو دعاد القولتان نبي يسعد رمي ورورات القصد مثل قبل لها درسلت دعا ولم تقبل قلوان بنبي أنا استجاب الدعاء سويت عند بوتان هدو سعد كاقنيو دعا استر قال الله الله شقرات شو كتان تامي من قلب سعد دعا يجلنا يا الله سراحون أنا الله بمش أرش أبو سعد بن عبد القاسم ولتها إنا تفرع سعد ما نفقات القدس يا يعني. ولتها يمتأفى ولتها يمتأفى ذن من النقر على ذرك سوني يلمنا الله إنسان سجني نبرسه وقصوا بالله منه الجانب سوش تجرنا لسوك كل ستارك نبرسه وراسه يمتأفى ذن ما نتقرناش تقولنا يا سعد عمد أنت مستجاب الدعاء الحمد فضل الله حتى يرد عليك بصر الله اللي منات ذن من المولتين هندي من نسل الحمد ونبر على التنسل فقال له السعد رضي الله عنه قضاء الله أحب إلي من بصري يعني الله بساني كبقيني بلت الدنيا لانه الله هي المدفات وصلوا على الله يعني الله بساني كعيني بلت الدنيا لانه كما لكت إخواني فيرضاه الله ليري ولا أرضى لنفسي والله لا الله يرينا عيني مدفات ودو يعني الله هنا اللي كفتلني الله لمن له الله يودده ولمان يعني والله الله لمن لمن قالت ملكت إخواني سبحان الله لمنو مدام نيشل سو الله يوجدوا له رجال وتكبروا نبر سيدنا سعد بن عبد القاس نطي مثل من ذات المتو الله سبحانه وتعالى نزيل النامس عند يمك الرشاء يا سعد يا سيدنا عبد الله بن مسعود تعرف لنقرأك إلى أن سيدنا عبد الله بن مسعود ثلاثة تابعيين باند لا تتأمتوا شعبي سيد بن المسير ثالثين جالسين ذاتيا ثلاثة سوونه تتأمتوا عندنا يوم على الصلاة اللهم إني أسألك أن أموت قريبا لتيني بقرب قدلا من ذو مصري فقالوا له لماذا لمن موت أنت من ذهبت فقال بكثرة الفتن فتنة وبزة فتنة وبزة بالثمن لهم الله لم يقول له بقرب يسرني فإني أخشى على نفسي الفتنة الله لا يفتن فرار له منا يعني الله يفسدني يقول الله لا وقال الثاني اللهم أعطي عمري ولتني ورق متعيق الله قلت يا إرمين أرزم الله فقال له لماذا لمن دلنا ودمين دي أرزم الله الله نمتعي قالت لعلي أصادف يوم من أعبد الله في عبادة يرضى أني بها رضيا عظيما من البات لو كنك الله رمينا رزموت أنتك أنت الله من وجهت الخير سرتش وراء الله بي سلم أحد ترانش فقال لا أما الثالث فقال سوستين يودم من على مسلا شوف لا هم لا أختر لنفسي يتاي إني على المرد المرجاء فاختر لي أنت ما شئت أنت يفلك أمرت لي فما تختاره لي فهو خير سبحان الله كم الكتف أنت من تمت أولني ملكا من قرنه فقال الاثنان الاولان انت افضلنا يمجمره له تمنالوس انت بلاچاچن قالت الله المرجع ودك يا الله مرجع ونسطان لديه اني لدي صوصم مع الله قضاء ودك ففي وضع امره كله له عز وجل الله يوجد النجر والتوالنا
እና መስል ነገሮች ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ታሪኮችን ማንሳት ብዙ ቅሶችን ማውራት ይቻላል ማለት ቦታው እንግዲህ ወቅቱ የሚበቃ አይደለም والله እኔ በጣም ሰፊ ስለሆነ ፓርቱ ራሱ ስለዚህ ሪዳ ሰመራዎች አሉት ሪዳ ትርፎች አሉት ሪዳ የሚያመጣቸው መልካም ነገሮች አሉት አንደኛ ሪዳ رضا الله عز وجل في الدنيا والدنيا لا يأضح نجفة منها الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء تلك واقع يمسك وصوت تلك فتنة يتفتنا وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم الله صون سيود فتنا فمن رضي الله فله رضا الله وددوني ودد الله وجتان ومن سخط فله سخط يتألى دمو الله قلت شانه إلى الإمام ترمذي بذكر الحديث لنا الله سيود فتنا صون سيود كما كمان ايه بالعكس سو سيوديه ترونا قال يا رجال الله سيوديه ترونا يفتنا المنة الموكرة ولتن يوق راحة البدن والأقل والنيل الحمد لله عز وجل وسونا تمارف في أقل من الرقاقات يا الله وديتها ما قلت عجز القدس إلى عند التقلس أو قدم دايما ديو بسوستن يا درجة الله انتني على السوق ينو بعكس ودمو يلفا لذيه بكتش على متأن الله يوديه ونقر موجد زين رسول الامين صلى الله عليه وسلم رضى الله عز وجل في الاخره يا الله يودن النجر مودت بتلي اخره لا يا الله ان ايتا يا الله فيت ما يتمشي بالدرجه لا يدرسها من الى سيد الخدري بزقوا حديث لي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول اهل الجنه اللهم القام على الجنه سوشكو الى الشوال يا اهل الجنه ان انت الجنه سوشكو الى الله فيقول لبيك ربنا وسعديك يتاكل وي ابيت لبيك وسعديك انجلي يالو يلال فيقول هل رضيتم ودعت قال بارك الله في نجر الى وما لنا لا نهدي وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا انديت المولد ينسن جتاكل لما من ما سطهم كبرنا درجه سطهن جنتنا اغونا سفهن الى زياب على من الى الله فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك تذيب لك انا قرصت اتشهله الى الله سبحانه وتعالى فقال يا رب واي شيء افضل من ذلك جنتك ما غنيت يبلط طقا من عندنا من منو مسطن جتاچن يفضل وهل عليكم رضواني وديتين حلال ارد الله تعالى كدار يجمرو فلا اسقط عليكم فاذق ابدا كدار ابو علي اني قطا بنت لا يلم تايوت الله كما شرط الدرجه جنتك مغبات بلاي تلقوا نظر الله الله من جتا ما دنيتكم رضا الله الله نوجه ينور الله بفرد ويوجد الله وجهتان يكون اصفار لذين الله سبحانه وتعالى بقول الله من الان وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكنا طيبة فيها جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم من الله سبحانه وتعالى سبحان الله الله يجمع السوق ادرجل الله كفروا بكتر أمين وندوشنا أمين ستوشنا جنات تجري من تحتها الأنحار فسرى وندوش فصاشا الله فصاشا الله في الجنة كتراتشو خالدين فيها فسرعي لو تارينا منوريتشو ستون طيبة في جنات عدن وستقاب الداتش مرتامر تاتش والتشو جنة لي بالترقاق جاتشنا مارش سأقال أن ستزقا جيتش ورضوان من الله يا الله المجتا والأكبر ذلك تلقوا الله وجهتها ما دنيتنا سبحان الله هو الفوز العظيم تلقوا بتاع تلقوا الدل يا الله وجهتها ما دنيتنا يحفظ الإيمان الأخوات إن رضا الله عز وجل أكبر من ذا من كل ذلك أكبر من الجنة يا الله وجهتها ما دنيتك نقرش كل بلد كجنة بلد أكبر من الأنحار كجنة فصاشوج كجنة ونطق أكبر من الحور الإن حور الإن كما أقبلت بلد ما كمان من يوم نقر فلاي كلتنا إنه باب الله الأعظم جنة الدنيا الله تلك برنا لدنيا جنتنا هو في الآخرة أعظم من الجنة نفسها أخرى لي دمو يا أخوة الإيمان كجنة بلاي واقعنا لعلنا الآن نرضي عن الله عز وجل نلبات الله مما سدف سران نسر إخوة الإيمان حتى يرضي وقوة جل وعلا حتى نسمع بأذاننا يوم القيامة يوم القيامة الله عند السمان الله انجلا يا فلان إني رضيت عنك باري إني ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فاذحب فادخل جنتي قبع جنتي توجج منها يا لم تني قابزات شخص لهم بارك الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
اللهم اغفر الغفار الرزاق الجبار العديد حكيم الجلال الاكرام. اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل توباتنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واعتق رقابنا ورقاب عبائنا من النار يا رب العالمين. اللهم انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الجنه ما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربون اليك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربون اليك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمه تسميه، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياتنا زيادة في كل خير، واجعل موتنا راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بمنك وكرمك الرحمن الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك. آمين. اللهم أرنا أجائب قدرتك باليهود والأمريكا وخلفائهم المنافقين. اللهم عليك النصارى يعني المعتدين واليهود الغاسبين. اللهم عليك بهم وعليهم قدير، إنهم لا يعجزونك، إنهم قتلوا عبادك وأفسدوا في أرضك. اللهم أرنا في اليوم الأسقط كيوم فرعون وحمان وأبي بن خلف يا رب العالمين. اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بأفضل ميتون رموشي عرزم كباتشوك مسلمين قريهني بالتناقركوت نانت بسماتشوك الله يسرى سوچ አድርገን ይያልኩ ንግግር ልቀጫለሁ። ምናልባት በተሰጠው ትምህርት ላይ ሌላ ፕሮግራም ካለ አስተያየት ሐሳብ የምትሉት ነገር ካለ ድሉን ወድና እንተመለሳለሁ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ ማይኩ